Hello, everyone. Hello. How are you? Great. حبايب قلبي, great for كل سنة وانتم طيبين. It's our first session, دي أول session لينا في السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. Let's start it. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. احنا عندنا كم وجبة في اليوم؟ 3. 3 أساسيين وفي وجبة إضافية. في 3 وجبات أساسية اللي هي الفطار, الغداء, العشاء, وفي وجبة إضافية بنسميها وجبة خفيفة. وعندنا كم وقت في اليوم؟ 4 times 4 times 4 أوقات. لازم نعرف الأربع أوقات كويس جدا جدا جدا. أول وقت في الصباح اسمه in the morning. In the morning في الصباح. طب هنا قلت ذا علشان بعدها consonant ساكن, لكن لو بعدها ذا والمتحرك زي هنا وهنا نقول ذا ولا ذي؟ ذي. يس, يبقى قلت في الصباح in the morning. طب بعد الظهر في الظهيرة in the afternoon. يلا نقولها in the afternoon. طب في المساء من المغرب كده ساعة غروب الشمس نقول in the evening. In the evening. طب بالليل بقى خالص بقى خلاص وقت النوم at night. At night. ده بالليل بقى. طيب تعال نشوف معاد الوجبات. الأول عايز أعرف كلمة يأكل يعني إيه, فكرني نسيتها. Eat. طب يشرب. Drink. في كلمة بقى تنفع eat و drink مع بعض اللي هي have. كنا بناخد have دي الاول معناه يتناول, معناه يمتلك. لما اقول I have a car يعني انا امتلك سيارة. لكن have لما يجي بعدها اسم وجبة, breakfast الفطار, lunch الغداء, dinner العشاء, snack وجبة خفيفة, لو جاء قبلهم have تبقى have معناها يتناول. ويتناول يعني يأكل او يشرب. لما اقول I have tea يعني انا باكل شاي؟ لا. انا اتناول الشاي يعني بشربه. I have pizza يعني انا اتناول بيتزا يعني باكلها. اوكي, يبقى have يعني يتناول يعني ياكل او يشرب. اوكي. اوكي, طب تعالى بقى نقول الجمل بتاعتنا. عايز اقول انا اتناول الافطار في الصباح, يبقى اقول I have breakfast in the morning. I have breakfast in the morning. احنا متفقين اتفاق. لما اقول have دي اشيل منها ال h we يعني نحن. طب تعال نقول كده عندنا 3 وجبات اساسية. اقول كده we have 3 main meals. يعني انا اسألك how many meals do we have a day, بناكل كم وجبة؟ تقول لي we have 3 main meals. we have 3 main meals. We have breakfast. بدنا نتناول الإفطار. When, إمتى؟ In the morning. يبقى أنا أسألك سؤال أقول لك When do you have breakfast؟ تقول لي We have breakfast in the morning. طب الغداء اسمه إيه؟ Lunch. طب When do you have lunch؟ تتناول الغداء إمتى؟ We have lunch. In the afternoon. When do you have dinner? امتى بتتناول العشاء؟ In the evening, في المساء. تقول لي we have dinner. We have dinner. افتكر معايا, فاكر ال ER بتعمل كده. بظبط. We have dinner. We have dinner. In the evening. In the evening. When do you have dinner? We have dinner in the evening. طيب توجد وجبة إضافية. فاكرين يوجد يعني إيه؟ There is. وممكن يوجد إيه؟ There are. بس لو عايز أقول حاجة مفرد تبقى there is. تبقى إيه؟ حلو قوي. عايز أقول يوجد وجبة إضافية أقول there is an extra meal. There is an extra meal. يوجد وجبة إضافية. إيه هي دي؟ snack. الوجبة الإضافية اللي هي الوجبة الخفيفة بقى سناك. سناك. When do we have a snack؟ إمتى بنتناول وجبة خفيفة؟
We have a snack between meals. We have a snack between meals. يعني بين الوجبات، بين الفطار والغداء ناخد سناك، واحدة بسكوتة مولتو هاية كده، دي اسمها ايه؟ اسمها سناك. اسمها ايه؟ سناك. We have a snack between meals. يعني بنتناول الوجبة الخفيفة بين الوجبات. اوكي؟ اوكي، جميل. طيب تعالى صديقي عشان اقول لك على حاجة مهمة جدا. I feel good. فاكرين السنة اللي فاتت في grade 3 كنا بنقول I feel، يعني أنا أشعر. أسألك أنت حاسس بيه، أقولك how do you feel؟ فاكرينها؟ how do you feel؟ كيف تشعر؟ حاسس بإيه؟ how do you feel؟ هنا I feel. I feel good. I feel good. حاسس ان انا كويس. I feel good. سألني كده. How do you feel؟ جميل. do you كنا بنقولها ايه؟ do. how do you feel؟ how do you feel؟ I feel happy. سألني تاني. ask me again. how do you feel؟ I feel hungry. how do you feel؟ I feel sad. how do you feel؟ I feel good. how do you feel؟ I feel thirsty. I feel angry. How do you feel? I feel excited. How do you feel? Okay, عرفنا how do you feel? I feel good. ده عنوان اليونت بتاعتنا. وأول lesson، أول درس هنبدأ فيه بالvocab، بالكلمات الجديدة. يلا بينا مع بعض كده. أول كلمة عندي البطيخة. تي خا. تي خا. Watermelon. Watermelon. بص يا جميل، احنا قايلين letter T لما يكون قبله vowel وبعده vowel نقوله ده ده كده. water. watermelon. اقول melon ولا melon؟ melon. يلا البطيخة. watermelon. الكلمة اللي بعد كده قصب السكر. عارف القصب اللي بنصنع منه السكر اسمه sugar cane. sugar cane. sugar cane. كلمة sugar لوحدها يعني سكر، على بعضها كده sugar cane اللي هو عصب السكر. عندي الرز اسمه rice. yes rice. can I say rice؟ rice. good job. عندي البطاطس potatoes. potatoes. يلا بينا. البطاطسايه الواحده اسمها potato. potato. بص هنا A وهنا O، قلنا T between two vowels تقول potato. potato. لو هنعملها جمع هتضيف لها ES تقولها potatoes. اختها tomato. لو هجمع هحط ES واقول tomatoes. yes good job. البصل، البصلايه الواحده اسمها onion. 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 الجمع onions. onion. can I say onion؟ no. no. onion. onion. onions. onion. جميل. اخد الموزه banana. banana. طب موز كتير bananas. bananas. chicken. chicken. c h c h. ايوه قلت تشي يبقى اي. ك ك ك سي كي. chicken. اي هي اللي صوتها ايه. chicken. 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 الدجاج chicken. chicken. yes. العنب grapes. ناس كتير بيغلطوا يقولوا grab. no. grapes. 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 الشاطر يعمل ازاي؟ grapes. excellent. عندي كمان حاجة انا بحبها قوي. mango. mango. mango.
مانجو. مفرد في الجامعة هضيف لها اي اس واقول مانجوز. مانجو. I like mangoes. Do you like mangoes? Yes. Yes, I like mangoes. قول ايه؟ Yes, I like mangoes. Do you like mangoes? Yes, I like mangoes. انت بتقول no؟ طب يبقى تقول no, I don't like mangoes. No, I don't like mangoes. جميل. مش عارف انا هكتبها بس مش عارف اقراها خالص. Milk. Milk. I like milk. I don't like milk. يبقى اللي بيحب يقول I like milk. اللي مش بيحب يقول I don't like milk. Okay. Good job. طيب الخضروات اسمها ايه؟ Vegetables. خضروات vegetables. بص يا جميل ادي veg. ركز معايا بقى. في هنا اي سايلنت مش هنطقها عشان ما حدش يقول فيجي. لا فيج. ومين اللي حافظ كلمه ترابيزه؟ تيبل. اهي في النص اهي تيبل واحط الاس بقت فيجيتابلز. خضروات فيجيتابلز. فيج فيج فيجيتابلز. يس جميل. تعالى بقى ناخد كمان كلمات. الطعام اسمه ايه؟ فود. بعمل ازاي؟ فود. يس. طب كلمة مصري هي مصر اسمها ايه؟ ايجيبت. مصر اسمها ايه؟ ايجيبت. لازم تبقى بإي كابيتال طبعا لان ده اسم دولة واسماء المدن والدول تبدأ بكابيتال لتر. ادي ايجيبت. لو حطيت لها اي اي ان انا عندي شن 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 تي اي اي ان. ايجيبشن. Egyptian food. Egyptian food. ده الطعام المصري. Egyptian food. Egyptian food. عمر الفلاح او المزارع هو بيشتغل فين؟ في المزرعة. اسمها ايه المزرعة؟ Farm. اسمها ايه؟ Farm. Can I say farm? No. Farm. احط لها ER والاي ار بعمل لها بوز كده بوز البط. يلا farmer. Farmer. ده المزارع او الفلاح. Farmer. Farmer. Yes. طب انا لو عندي فلاح او مزارع كده اعمل ايه يا حاج اخبارك ايه؟ عايز اقول عليه جملة. He's a farmer. He's a farmer. Yes. Good job. تعالى كده الدولة اسمها ايه؟ Country. Country. Egypt is a country. مصر دي دولة. قلنا الدولة اسمها ايه؟ country. فاكر التي والار بتوع ايه؟ صاحبتش عمتش. قول country. country. دولة. طب لما نيجي نوصف الطعام ان هو لذيذ قلنا الطعام اسمه food. the food is delicious. كلمة لذيذ يعني delicious. 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 The food is delicious. The food is delicious. جميل. طيب يلا بينا ناخد. جاهز. Ready. جاهز يعني ايه؟ Ready. انا ما كنتش بسألك انا كنت عايز المعنى. تقول ready. 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 Get set. Get set. Go. Go. Ready. Get set. يلا يا عمر يا انا عندي كمان كلمه مهمه جدا جدا. كلمه خاص او مميز. لما ماما تعمل لنا اكل خاص كده او مميز يبقى اسمه special. special. يبقى بي فور بان. special. بص بقى عشان في ناس بيغلطوا يقولوا special. no. special. شال 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 C I A L. شال 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 C I A L. special. special. okay. جميل. تعال بقى ناخد الوجبة اسمها ايه؟ meal. meal. طب الوجبات؟ meal.
Meals. Yes, we have three main meals. We have three main meals. بناكل ثلاث وجبات أساسية. حلوة قوي. طيب عايزين نقول الوجبات بتاعتنا الأساسية دي. الفطار اسمه breakfast. Breakfast. الغداء اسمه lunch. العشاء dinner. Dinner. جميل. طب عندنا اكسترا ميل بقى اللي هي مين؟ سناك. وجبة خفيفة لطيفة ظريفة. سناك. جميل. تعالى بقى هناخد دايما افعال. هيبقى فعل في المضارع وفعل في الماضي في الباست سيمبل. اوكي تعالى كده ناخد اول فعل عندنا في الافعال المنتظمة اللي اخرها اي دي في الماضي. كلمة يربي عندنا مثلا الفلاحين بيربوا ايه؟ بيربوا فراخ وبيربوا حيوانات. اوكي كلمة يربي يعني راي اي اللي بتعملي لونج اي. راي يعني يربي. اوكي فارمرز اللي هم الفلاحين بيعملوا ايه؟ ريز. بيربوا chicken and animals. يعني ايه ريز؟ قلنا يعني يربي. طيب احنا قلنا معنى ريز معناها ايه؟ بس in English بقى احنا قلنا معناها يربي. To raise a chicken عشان نربي chicken ان احنا to give them food. To give them food ان احنا نأكلهم. To feed them ان احنا نطعمهم. And give them space ونديهم مساحة يعيشوا فيها. كده احنا بنربيهم. Raise معناها ايه؟ Raise. اوكي طيب raise الماضي بتاعها ايه؟ raise دي احنا قايلين لما يكون فعل منتظم واخره ايه انا عايز في الاخر اي دي يبقى انا هضيف ايه بس؟ دي بس تبقى اسمها raised. raised. كلمة ينتج احنا عندنا الفلاحين والمزارعين بينتجوا لنا حاجات كتيرة خضروات وفواكه. كلمة ينتج دي اسمها produce. وده فعل منتظم واخره ايه برضو اهو بص produce. والماضي اضيف لها دي بس عشان منتظم واخره ايه يبقى اقول produced. يا ساجد الماضي اسمه ايه؟ produced. جميل. ينظر يعني look. ينظر يعني look. والماضي احط لها اي دي تبقى looked. نظرة. تعال بقى ناخد افعال بس irregular غير منتظمة دي بنحفظها زي ما هي بقى. هاخد فعل يصنع اسمه make يصنع. والماضي made. صنع. يلا نقراهم made. جميل. يطعم يأكل اسمها ايه؟ feed. والماضي اسمه fed. Can I say feed؟ No. احنا قايلين feed دي تبقى بالاي لكن دي اسمها ايه؟ fed. جميل قوي. طب تعالى ناخد كلمة يحصل على. الفيرب ده اسمه get. Can I say get؟ No. Get. وفي الماضي اقول got. جميل. يبني build. نفسها في الماضي بس هشيل الدي واحط تي واقول built. جميل. طب تعالى بقى ناخد يزرع يعني grow. يزرع يعني grow. الاخيره او دبليو دي ما نقولش grow نقول grow. حلو قوي. طب لها معنى تاني grow غير يزرع؟ ايوه يعني ينمو او يكبر. يعني احنا كل سنه بنكبر عن السنه اللي قبلها. يكبر يعني grow. وبرضو عندي grow يعني يزرع. الماضي بتاعها اسمه
بص بقى فاكرين اي دبليو صوتها او اي دبليو صوتها او يبقى دي اسمها جرو اسمها جرو وهنا جرو ها جرو الاو دبليو في الاخر دي بتعمل لي لونج او يعني لازم اقول في الاخر او جرو والاي دبليو صوتها او يبقى اقول هنا جرو 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 جميل تعالى جميل كلمه يحافظ او يرعى اسمها كيب والماضي بتاعها كبت كيب كبت يلا نقرا افعالنا مره كمان ها ميك ميد فيد فد جت جت بيلد بيلت grow grew keep kept زي الزفت مين اللي بيقول زي الزفت ده انا قلت كده يا ابني ماشي يلا بينا بقى اول ريدنج علينا عشان مسابقات الريدنج هتبقى جامده قوي السنه دي وعليها كاش يلا اول جمله عندي بتقول ايه lunch is ready lunch is هي هنا ديالوج محادثه بين ماجد اند هيز مام ماجد ومامته بيتكلموا فمامته بتقول له ايه لانش از ريدي لانش از ريدي الغدا جاهز لانش از ريدي لانش از ريدي بتقول له انا عملت لكم شويه اكل مميز جامدين كده اي ميد سام سبيشال فود فور اس اي ميد سام سبيشال فود For us. هكتب لك على البورد اهو ماما قالت له ايه lunch is ready يلا نبتدي اهو اللي ماما هتقوله هنكتبه in red lunch is ready اقول lunch is بقى ولا اعمل linking اقول lunch is lunch is ready هتكمل كلامها وتقول ايه كمان I made انا عملت I made some special food for us انا عملت شوية اكل مميزين لينا كده ماجد يلا نقول lunch is ready I made some special food for us جميل فراس جميل يعني لينا طب تعالى كده بص ماجد بقى شم الريحة بتاعت الاكل بص كده شاف الاكل شكله جميل قال ايه مام لما ننده على حد لازم نحط بعده كاما لو قلت مثلا لينا open the door افتح الباب يبقى لازم لما اكتب اقول لينا بعديها كاما طالما الاسم ندهت عليه يبقى لازم احط بعده كاما ماجد برضو ندى على مامته قال لها مام رحنا حاطين ايه كاما فبيقول لها الاكل شكله لذيذ قال لها it looks delicious عايز اقول لك معلومه مهمه بقى عشان تخلي بالك عشان في حاجات هسال فيها المره الجايه من اللي انا بقولها المره دي ودي عليها جوائز الفعل look يعني ينظر look at the board انظر الى السبوره لكن look لو جه بعدها صفه adjective تبقى look معناها يبدو لما اقول لينا looks beautiful يعني لينا تنظر جميله ولا لينا تبدو جميله ليه قلت look هنا يعني يبدو لان بعدها beautiful صفه لما اقول مثلا the horse looks hungry hungry صفة قبلها look يبقى هنا الحصان ينظر جائع ولا الحصان يبدو جائع يبدو جائع يبقى امتى اقول look معناها يبدو لو بعدها adjective صفة عشان كده قلنا it looks delicious يعني هو يبدو لذيذ طب ماما هتقول له ايه بقى هتقول له ايه الطعام اللي بيجي من بلدنا في وجهة نظرك كده يعني مصر بتنتج ايه كده من وجهة نظرك فهتقول له ايه which food which food which food which food يا
يعني أي طعام comes from ما قلتش from أو from which food comes from which food comes from كلمة دولة يعني إيه country طب لو عايز أقول دولتنا الله عليكي clap for لينا بص دي اسمها ايه صفة ملكية اسمها our اسمها ايه our بس لما اجي انطقها هقولها our هقولها ايه our يعني انا عايز اقول دولتنا هقول our country طب افرض انا عايز اقول مدرستنا تبقى our school تبقى اسمها ايه our school لو عايز اقول بيتنا اقول ايه our home جميل لو عايز اقول دولتنا our country يبقى بتقول له ايه مامته بتقول له which food comes from our country which food بص عشان اقول هنا هلزق في بعضه لينكينج كده comes from our comes from our يلا ها comes from our country which food comes from our country do you think do you قلنا بنقولها ايه do نقولها ايه do which food comes from our country do you think يعني في رأيك كده الاكل اللي بيجي اللي مصر بتطلعه لنا وتزرعه وتنتجه which food comes from our country do you think فهيجاوب عليها يقول لها ايه هيقول لها I think اعتقد I think اوعى ما تطلعش لسانك في التي اتش I think we grow rice in Egypt I think we grow rice in Egypt اعتقد ان احنا بنزرع الرز في مصر I think we grow rice in Egypt I think we grow rice in Egypt جميلة يا ملك احسن واحدة عايز اسمع كمان I think we grow rice in Egypt I think we grow rice in Egypt. اعتقد ان احنا بنزرع الرز في مصر اوكي فهتقول له ايوه عندك حق yes that's right yes that's right ايوه انت صح عندك حق yes that's right قولي زي كده that's right yes that's right جميلة اوكي فهتقول له ايه تاني لما تيجي تقول لحد ايه تاني عشان هو قال لها الرز بس فهتقول له ايه تاني تقول له what else what else what else اي what else بس بص التي قبلها فاول وبعدها فاول فهنقولها كده ده اقول what else yes that's right yes that's right What else? What else? ايه تاني? What else? What else? قال لها ايه? بيفكر براح قال ايه? I think we raise chickens in Egypt. I think we raise chickens in Egypt. اعتقد ان احنا بنربي chickens دجاج in Egypt في مصر. I think we raise chickens in Egypt. I think we raise chickens in Egypt. جميل جدا. طب بص بقى هي هتقول له ايه yes 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 دايما بعد yes و no بنحط كما فهتقول له بقى and tomatoes and onions هتقول له كمان tomatoes بن ايه بنزرع tomatoes and واحنا قلنا بنشيل الدي دي واحنا بننطق بص بس هنا هقولها ازاي and onions And tomatoes and onions. And tomatoes and onions. And tomatoes and onions. And tomatoes and onions. جميل. Egyptian farmers. Egyptian farmers. اللي هم المزارعين المصريين أو الفلاحين المصريين. الجملة دي مهمة جدا وبتيجي بالأسئلة كتير. Egyptian farmers. Egyptian farmers. بيعملوا إيه؟ Produce many things. Produce many things. يعني بينتجوا حاجات كتير.
Egyptian farmers, produce many things. يعني بينتجوا لنا حاجات كتير. You see on this table. حاجات كتير انت شايفها دلوقتي على التيبل دي على الترابيزة. هتبص على الترابيزة هتلاقي عليها بقى ايه؟ حاجات كتير من اللي هي بتقول عليها ايه. هنشوف كل ده مع بعض في الكتاب. اوكي؟ Let's eat. هيا ناكل. Let's يعني هيا بنستخدمها عشان نقترح على حد حاجة. Let's eat. لازم الفعل اللي بعدي let's يكون في المصدر. يعني أقول هيا نذهب أقول إيه؟ Let's go. يلا نجري. Let's run. يلا نلعب. Let's play. نعم. Let's play music. يلا نعزف موسيقى. طيب يا جميل. What food do we produce in Egypt? خلي بالك. علشان ده سؤال مهم جدا. What food do we produce in Egypt? يعني ايه هو الاكل اللي احنا بننتجه في مصر? What food do we produce in Egypt? What food do we produce in Egypt? ايه الاكل اللي احنا بننتجه في مصر? هتروح قايل انت سعادتك we produce. ايه بقى تعال نقول خضروات vegetables. وايه كمان chick. بص انا لما اجي اقول عايز اقول اسماء وجنى وهنا وسمك. ما اقولش اقول اسماء اند جنى اند هنا اند. لا اعمل ايه كما قبل الاخر اند. يعني هقول اسماء كما جنى كما هنا اند سمك. هنا برضو هقول خضروات وبصل مثل البصل. عايز اقول مثل البصل هقول لك دي تاني vegetables مثل like يعني مثل onions البصل و tomatoes والبطاطس potatoes and عشان في اخر واحدة بقى اقول قبلها and okay مثلا cucumbers. يلا نقول كده. What food do we produce in Egypt? ايه الاكل اللي بننتجه في مصر? We produce. يا عمر. Vegetables. Like onions. خضروات زي الايه? Onions. Tomatoes. Potatoes. And cucumbers. Yes يا جميل. بص معايا بقى ركز كده. هقرا لك الدايلوج بين ماجد اند هيز مام عشان دي اللي انت هتسجلها وتبعتها لي بقى اول حاجه. Lunch is ready. لازم انا اقول بقى لوحدي. Lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Which food comes from our country, do you think? I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What else? I think we raise chickens in Egypt. Yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. Yum. اوكي. هتحفظ لي كلماتك وهتيجي كاتبها بالعربي. لازم تكون كاتب كل الكلمات بتاعتنا هتلاقيها بيج. اول كلمات عندي هتبقى يونت 1 ليسن 1. ليسن 1 الكلمات بتاعته يا صديقي تبقى بيج 22. هكتبهم لك يا حبيبي على ال هحط لك صفحه على الجروب من الكتاب وانت انقلها واحفظها. اوكي. When we finish, we always say goodbye.